من مدينة كوفنتري البريطانية انضموا إلينا أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ رامي. أستاذ رامي دعنا نتحدث بداية في قضية أنه عودة تنظيم داعش بهذه القوة وضرباته الكثيفة أيضا، ربما هناك سيطرته أيضا على نقاط متقدمة للنظام السوري، تفاصيل ذلك. نعم تفاصيل ذلك. مساء الخير. دعينا نبدأ من الخبر الذي نشره المرصد قبل دقائق، وهو مقتل 7 عناصر من الدفاع الوطني التابع للنظام في كمين استهدفهم به تنظيم داعش في ريف دير الزور الغربي خلال عملية التمشيط المستمرة في تلك المنطقة. لماذا عاد داعش؟ الأسئلة كثيرة، من أين أتى داعش بكل هذه الأسلحة؟ كيف تمكن داعش من داخل الأراضي التركية، من منطقة ما تعرف بمنطقة درع الفرات، من تجديد عناصره؟ كيف تمكن داعش من إعادة إحياء عناصره الخلايا النائمة في البادية السورية على الرغم من مئات الضربات الجوية الروسية خلال الشهر الفائت؟ لم تتمكن هذه الضربات من إنهاء التنظيم، فقط شاهدنا يعني بعض القتلى من التنظيم الذين لا يهتم بهم التنظيم، كون أنه يقول بأنه بين مستوجين يقاتل من أجل قضية لا نعلم ما هي قضيته، ولكن عندما نتحدث اليوم نحن في ريف حما عن استهداف داعش في ريف دير الزور، استهداف داعش لقوات النظام في أقصى ريف حمص الشرقي، استهداف داعش لقوات النظام، أي أن داعش يعمل ضمن خلايا في بقعة جغرافية واسعة، وهذا ما نريد الحديث عنه وتحدثنا عنه حقيقة الأمر مرارا وتكرارا، بأن هذا التنظيم هناك من أعاده إلى الحياة في هذا التوقيت بالذات. وعندما تحدث المبعوث الدولي للتحالف الدولي السابق الذي هو كلف بمهام جديدة الآن عن السماح أو عدم غض النظر التركي عن إدخال 40,000 وما يزيد من عناصر التنظيم إلى داخل الأراضي السورية عبر الأراضي التركية، كنا قبله نتحدث عن هذا الأمر. اليوم نريد القول بأن هناك من أراد إحياء هذا التنظيم في هذا التوقيت بالذات. الحرب أخذت أشكال كثيرة، واحد من أشكالها الآن هو نهب الآثار، تدمير الموروث الحضاري وحتى ما سيتعرف عليه الأجيال القادمة، هي طمس هوية وهوية عميقة، ونهب حلي ونبش قبور وكل ذلك الآن، هل هناك متابعة حثيثة لهذا الموضوع أم أنه خبر يقرأ فقط؟ لا، نحن نتابع بشكل مستمر. نحن عندما نتحدث اليوم عن ما يقوم به الحاج كرار الإيراني القيادي فيما تعرف بميليشيات الحرس الثوري بدير الزور، واستخدام عناصر هذا يعني التنظيم أو المجموعة أو الميليشيا سميها ما شئت، واستخدام عناصر سوريين بالحفر والتنقيب على الآثار في البادية السورية تحت ذريعة يعني تحت ذريعة قذرة، وهي استخدام قضية الطائفية وموكب الحسين مرة من هذه المنطقة، ويقوم بسرقة الآثار السورية وينقلها إلى العراق. بالمقابل يعني دعينا نقول بأننا نحن عندما تحدثنا اليوم عن هذا المجرم الذي ينهب التاريخ السوري ويسرق الآثار السورية، تقوم ميليشيات الحرس الثوري بزر الرماد في العيون بتوزيع بعض المساعدات الإنسانية على النازحين في الميادين والبوكمال، أي أن إيران بالفعل هي التي تريد تدمير كل شيء في سوريا، تريد نسب كل شيء في سوريا لها، مثله مثل الأردوغانية التي أيضا سرقت آثار عفرين، وتحدثنا عبر الحدث سابقا عندما نهبوا الآثار في طل أبيض، أي أن نحن واقعين الآن في سوريا. كنا سابقا نظام بشار أسد يسرق الآثار أو نظام السوري سابقا، ولكن اليوم نتحدث عن داعش، نتحدث عن إيران، نتحدث عن تركيا، نتحدث عن جبهة النصرة، كل من هو على الأرض السورية اليوم يريد أن يسرق تاريخ سوريا من تدمر إلى هذه المنطقة في دير الزور. أشكرك جدا على هذا التوضيح، كنت معنا من مدينة كوفنتري أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.